طب المباريات خلينا اقول كانت في موفر المنافسه. انا اقول لك شيء، انت تتكلم عن الجمهور ولا مقاومات؟ مقاومات اول مقاومات جمهور. ما عندنا مقاومات النجاح. الجمهور اللي اولت العام، مو العام، اللي اولت العام، اولت العام اللي قاعد يحضر وحل الدوري بس جمهور العربي. لا القادسية موجود. لا موجود، صار تنافس. لا لا لا, 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 لا صار تنافس بين الجمهور العربي. خلك قاعد اتكلم بس بلعبة العرب. لا لا بس على الدوري جمهور العربي اللي حل الدوري شهادة الجميع ولا قصور بجمهور القادسية. ما اتكلم بس انا اليوم اتكلم الافضل من حيث التنظيم، من حيث التشجيع، من حيث الحضور. يعني انا وايد مقابلات هني اللاعبين القادسية يناشدون الجمهور تعالوا حضروا، ما قاعد يحضروا. حتى هيثم بنفسه قال يا معود جمهور العربي قاعد يحضر، جمهورنا هيثم هو رئيس الرابطة، جمهورنا ما قاعد يحضر، امنعت حضور الجماهيري. انت بتكلم عن المقاومات محترفين يعني مستوى متواضع. تتكلم عن اول شيء المنشآت. اي بيك اول شيء محترفين. انت ما عندك مقاومات. انا عشان شيء ركزت على نقطة الجمهور. إيه هذا شلون تجيب الجمهور؟ منشآت ماكو، محترفين على مستوى متواضع، ارضيات ملاعب منتهيه، بطوله مو منتظمه، مدربين اللي قاعدين يجيبهم مدربين متواضعين. يعني مو صح. مدربين عالميين والله. امانه صح. الاعلام الرياضي اليوم، حتى الاعلام الرياضي عندنا أمان، الاعلام متحيز. الاعلام موجود يعني متحيز بس يعني خنا لا الاعلام متحيز، الاعلام قاعد يعطيك وجه واحد بس. زين انت تشوفه كذي. اي قاعد اشوفه كذي. زين فاليوم يعني وايد امور قاعد تخلي الجمهور ما يحضر. اليوم انت شنو عندك شغلات يعني تشجيعيه للجمهور؟ لا لا بس